إلى موضوع آخر، صرح والي ولاية غردية عزدين مشري أن السلطات المحلية قامت بحل المشاكل العالقة التي كانت تشكل عائقا أمام المشروع أو شروع في عقد صلح بين الإخوة في غردية. عاصم بخاري. الحمد لله، أولا هذا من فضل ربي سبحانه، وبفضل كذلك الناس الخيرين الطيبين من عرب ومزاب، تم حل كل هذه المشاكل، وجدنا الحل لكل هذه المشاكل اللي كانت عالقة. أولا الحمد لله الطريق درك يمروا عليه عرب ويتوقفوا مع إخوانهم من المزاب ويقضيوا عليهم في المتاجر تاعهم، في الحوانت تاعهم، المغازن تاعهم. لا سينيسمون الحمد لله راهي فاتت ورانا نخدموا فيها الحمد لله. المسجد التبنى تاع بريان، المقبرة تبنى الحائط، المقبرة تاع المليكة العليا هنا قريب نكملوها. أما عن مشكل مساجين الأحداث، فكشف عزدين المشري أن هناك مقترح يتم دراسته لإرساله إلى السلطات العليا من أجل تطبيق ميثاق مصالحة يخص المسجونين ممن لم يرتكبوا جرائم قتل أو جرائم كبرى خلال أحداث غردية. الأولاد اللي راهم موجودين في السجون اللي سيد بوز المحامي يطلب الإفراج نتاعهم، احنا تاني كذلك يعنينا الإفراج تاع الأولاد هذو، راهم أبنائنا وغرر بهم، هاني نزيد نقول لك غرر بهم. احنا رانا نفكروا بطبيعة الحال، ولكن هذه تاني كذلك تمجد لها، تحضر لها، موش هكذاك يعني بسهولة تطلق الناس. أما الناس اللي ارتكبت جرائم قتل هذيك لابد فيها كلام آخر، مش ما نطرقلوش هنا. أما الناس اللي ارتكبت أخطاء وارتكبت يعني مخالفات وارتكبت كذا وربما تعديات مش خطيرة وكذا، احنا ماذا بينا هاد الناس هذويا يخرجوا.